هل هناك صلوات غير الصلوات الخمسة تؤدى أثناء النهار؟ وإن كانت توجد فما هي مواقيتها وعدد ركعاتها؟ فيها. أما صلاة مفروضة فليس في النهار صلاة مفروضة سوى الصلوات الخمس والجمعة بدلا عن الظهر. نعم. وأما التطوع ففي النهار تطوع في الرواتب كراتبة الظهر 4 ركعات قبلها بسلامين وركعتان بعدها، وكراتبة الفجر 2 ركعات قبلها، وكذلك صلاة الضحى يصلي الإنسان أقلها أقل ما يصلي 2 ركعات، ويتطوع بما شاء. نعم.